بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار تقدم. القول المأمول ببيان بعض جوانب عظمة الرسول. خطبة الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن توفيق ابن مهدي الشريفي حفظه الله تعالى. والتي ألقيت بمسجد التوحيد بمدينة ذمار في تاريخ 27 من شهر جماد الثانية لسنة 1441 للهجرة. أما الآن فنترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الأمور المهمة والعظيمة أن نفقه ونتعلم سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هي غذاء للروح، من وراء تعلم سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترفرف وتظهر في ساحاتنا الخيرات. ألا وإن من المؤسف جدا يا عباد الله أن نكون في منى وبعد وغفلة عن تعلم سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السيرة وللأسف من الأمور المغفولة عنها عند كثير من أطياف وشرائح المجتمع، عند الآباء والأبناء، عند الرجال والنساء، وإن قرأها البعض فهو يقرأها ليتسلى بها، وهو يقرأها ويمر عليها مرور الكرام دون تأمل ولا أنات ولا روية ولا تمحيص. إن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نيرة عطرة، كيف لا تكون كذلك وهي تتكلم عن حياة أفضل خير البرية وأفضل البشرية، فهي مع ما تحتويه من شمائل نبوية ومعجزات محمدية كلها معين ثر وينبوع صاف متدفق. سيرته عليه الصلاة والسلام وعلى آله هي الشمس الساطعة والسنة المشرق والمشعل الوضاء، فحاجة الأمة إليها فوق كل حاجة. قال العلامة ابن القيم في الهدي: إن ضرورتنا إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فوق كل ضرورة، أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها،
فما بالك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فقد الماء ووضع في المقلاة. وإذا كان السعادة العبد في الدارين معلقة بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيجب على كل من نصح لنفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن عداد الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه. انتهى كلامه رحمه الله. والمطلوب منا جميعا أن نبقى على صلة مستمرة دؤوبة بسيرته عليه الصلاة والسلام وعلى آله. هذه السيرة النيرة الخالدة نحافظ عليها، نرعاها، نهتم بها، وأهم ما يتركز الاهتمام بها لأمور: أولا أن الله قد جعل الرسول هو القدوة والأسوة لنا، قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلامة ابن كثير: وهذه الآية الكريمة أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وثانيا نتعرف على الجهد الذي بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وثالثا الدارس والقارئ للسيرة النبوية العطرة الشريفة يجد أن التطبيق العملي قد حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأحكام الإسلام الذي جاء بها في مختلف مجالات الحياة. ومن خلال دراستنا للسيرة النبوية الخالدة نعرف قدر الرعيل الأول وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كانوا يمتثلون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم جيل دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، إنهم جيل رفع الله ذكرهم ورفع مقامهم، فلم تزل أجيالنا تدرس تاريخهم المشرق المنير. ورابعا من خلال دراستنا للسيرة نستفيد العبر والعظات والحكم، فإن السيرة سبب لكل خير لاتعاظنا، وإن السيرة تنمي عقولنا. كلما سبق ذكره يدلنا دلالة واضحة على أهمية تعلم السيرة. قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن. اسمعوا معاشر المسلمين، ها هم يعلمون ويلقنون أبناءهم سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظنكم وما بالكم بنا نحن؟ إلى أين هرول شبابنا؟ ومن المؤسف أن يزيد بعضنا مع أن الولد قد درس في دراسات الدنيا، ودراسة الدنيا من الأمور الجائزة بضوابطها الشرعية المرعية، لكنه قل أن يوجد من أبنائنا من يقول أولادنا بمسيس الحاجة إلى أن يتعلموا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبدل أن نكرس وأن نكفف الجهود في هذا الجانب والأمر المفقود، إذا بكثير منا يحاول أن يقوم بجعل دورات لتقوية الأولاد في الإنجليزي وفي غيرها من الأمور الدنيوية. عودا حميدا أيها المسلمون، ألا فلنراجع سيرنا
ألا فلنراجع حساباتنا وعلاقاتنا مع سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن النشأ والأطفال من المهم جدا أن يتعرفوا وأن يعلموا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كانت تحمله في طياتها من الشجاعة والإخلاق والعفاف والكرم وغير هذه الخصال العظيمة. وتأمل أيضا إلى ما قاله الزهري. قال الزهري وهو محمد بن مسلم: علم المغازي فيه علم الدنيا والآخرة، ألا وإنه يزداد الأسى والحزن وتزداد الحسرة حين يجهل الكثير من المسلمين هذه السيرة، وحين يجهلون حقائق دينهم وجوهر عقيدتهم. وها أنا ذا في هذا المقام أتحدث عن جانب واحد من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألا وهي العظمة، مع ذكر نماذج يسيرة من عظمته صلى الله عليه وسلم. وأن لمثلي أن يفيء بجانب من جوانب سيرته عليه الصلاة والسلام، فسيرته عظيمة، فلو اجتمع أهل الفصاحة والبلاغة والترصيع في الكلام والبيان لما استطاعوا أن يفيوا بحق سيرته ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعاونا. عظمته صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هدى الله به من الضلالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أشرقت الأرض برسالته بعد ظلمتها، فهو نعمة عظيمة ومنة عظمى امتن الله به على عباده. فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن من المهم جدا خصوصا في هذه الأيام بيان مدى عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنعرف له قدرة ونعرف فضائله وندافع عنه وعن سنته، نعرف الناس بها وبحياته الخاصة والعامة، نرد على الشبهات التي يثيرها ويتبناها أعداء الأعداء الإسلام ليشوهوا برونقه وجماله. إن تكالب أعداء الإسلام بتشويه صورة نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين الفينة والأخرى من الأمور العجيبة والغريبة، فهم يوصلون رسالة وتارة يجسون نبض المسلمين. هل لم تزل في قلوب المسلمين الحرقة والغيرة عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهم ينفثون سمومهم في الصحف والمجلات وفي وسائل الإعلام وفي أجهزة التقنية الحديثة، أجهزة التواصل الاجتماعي، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ليمسوا بجناب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، إن شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست مغمورة ولا في جنبات التاريخ مدفونة، فذكره يملأ آفاق الدنيا. إنه رسول رب العالمين، إنه الصادق الأمين، قرة عيوننا وراحة نفوسنا، الطيب المطيب والشافع المشفع،
والرؤوف الرحيم، النبي الكريم، إمام المرسلين، وقائد الغر المحجلين. أعميت عيني عن الدنيا وزينتها، فأنت والروح شيء غير مفترق. إذا ذكرتك وافى مقلتي أرق من أول الليل حتى مطلع الفلق. وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا رأيتك بين الجفن والحدق. عند البزار بسند صحيح أن عائشة أم المؤمنين تمثلت في أبيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. غضب أبو بكر وقال: ذاك رسول الله. مما يدل على عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما خرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أوتي له بالبراق ليلة الإسراء استصعب عليه البراق، أي صار صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فارفض البراق عرقا استحياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مجرى التاريخ، على بأمر ربه شأنه، وملك صغار القلوب اسمه ورسمه، علو في الحياة وفي الممات. لحق أنت إحدى المعجزات. لقد عرف التاريخ كرم حاتم وفصاحة لبيد وحلم قيس وشجاعة عنترة، لكنها شخصيات طاشت وتلاشت أمام كمال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعجم البيان ويقف اللسان وتعجز البنان عن الإحاطة بعظمته واستقصائها، وتتقاصر المدائح في نعته ووصفه، وعجزت القصائد عن بلوغ عظمته، وتزينت الأرض بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإليك أيها المستمع الكريم نماذج مختصرة فذة تدل على عظمته. النموذج الأول: رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، فتجلت عظمة رحمته بأمته لأنه كان يحمل بين جنبيه قلبا رحيما رقيقا. لقد بلغت شفقته على أمته مبلغا عظيما، ففي مشهد مهيب وصادق يبكي من أجل أمته، تنهمر دموعه من بين عينيه وهو يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فقال الله جل وعلا له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وثانيا جمله الله جل وعلا في خلقه وخلقه، فصورته تجذب الأنظار. فعند أبي يعلى من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح قال: نزلنا المدينة ومعنا ضعينة امرأة لنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا الجمل ثم توارى عنا، أي اختفى عنهم، فتلاومنا فيما بيننا، فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه. وتأمل وارعني سمعك ماذا قالت هذه المرأة. قالت لهم: لا تلاوموا، لا تلوموا أنفسكم، فقد رأيت وجها ما كان ليدفوكم حقكم، ما رأيت رجلا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. وهذا الصحابي الجليل أبو طفيل، كأبو الطفيل كما جاء في مسلم، قال: كان أبيض مليح الوجه. وهذا جابر بن سمرة يقول كما جاء في مسلم لما سئل عن وجه النبي: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال، فجل من سواك.
وثالثا أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال شيخ الإسلام: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا فهو الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، كذا قال مجاهد وغيره: كان أحسن الناس خلقا، جبله الله على كريم الخلال وجميل الخصال، وحتى قبل نبوته كان أرقى في زكاة نفسه وسلامة فطرته. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا، والله في القرآن قد زكاك. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا متابعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كربة المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.